السلام عليكم إخوان، تحياتي واحتراماتي لجميع أصدقاء قوة الحسون في المغرب ولا في خارج المغرب، أصدقاء ديالنا في الجزائر، في تونس، في إخوان حتى من الشام يعني من سوريا، فكنحييهم من هذا الموقع ونحيي جميع هو الطيور هو الحسون في جميع الأقطار بدون استثناء، فدائما مع مراد المعارف في إطار السلسلة ديال الحوارات و والدردشات الولاعية مع الأصدقاء، سلسلة اللي عطينا واحد العنوان ديال طرق وكيفية تلقين طائر الحسون وهجينه، هي واحد السلسلة اللي لمستو فيها واحد الجانب اللي كنحاولوا نعملوا واحد المقاربة بين ما هو بحث علمي اللي قاموا به علماء الطيور المغردة لي زورنيتولوج و مقاربة مع ما هو تجريبي بين قوسين ولاعي، يعني كل ما ركبناه من ممارسات من طقوس حتى تكونت لنا بعض المسلمات اللي ولينا نتعاملوا بها في الهواية ديالنا. فهذا هو الإطار فاش كتمشي في هذه السلسلة هذه اللي كنتمنى أنها يعني غادي في واحد الطريق اللي المنشود، يعني الهدف المنشود، وصراحة شيء يثلج الصدر التعاليق ديال الإخوان ديالنا أصدقاء، يعني الناس كتفرح أنك كتشوف أن بدات ورشات للبحث، كنقول ورشات فأن إنسان ولا جوج أصدقاء ثلاثة الأصدقاء بداو كيتداولوا بيناتهم هذه المفاهيم كيحاولوا يأضبطيوها المراحل ديال التلقين ديالهم كل واحد على حده، حتى في الفيسبوك الاخوان بداو شويه كيتداولوا هذه المواضيع هذه. طبيعه الحال كاين واحد نوع من القبول اي مساله تجريبيه ولا علميه، هذا كاين هو المساله الطبيعيه، كاين مثلا واحد الناس اللي ربما كتجيهم هذه المسائل هي كل ما هو جديد وهذا كتبحال كتبرزط ليه ما يسمى بهذيك لا زون دو كونفور كيما نقولوا، ولا منطقه الامان الولاعيه ديالو المعرفيه ديالو، ملي كتولي فيها واحد الاضطراب فاوتوماتيكمون كيكون واحد رد فعل اللي هو نسبيا سلبي ماشي بالنسبه ليا انا ولا بالنسبه لهاد، انا ما كيجاوبني حتى شي واحد، انا راه كيجاوب العلماء، انا كيما قلت لكم غير كنهضر داوي. ف هاد المساله هادي عادية ما كاينش مشكل، المتلقي على حسب مبلغه من الذكاء من النباهة من العلم من صغورية الراس، فكلنا نريد أن يكون عندنا واحد الهم مشترك، هذا هو الهدف صراحة الإخوان، الهدف من هذه السلسلة هو يكون عندنا هم مشترك في الهواية، تساؤلات كبيرة نحاول أن نجد بعض الحلول أو بعض يعني الخلطات اللي غادي تنور لنا الطريق ديالنا في هذه الهواية، خاصة أن السؤال اللي هو ولا السؤال الخطير بالنسبة للهواية ديالنا اللي كنت تكلمت عليه المرة الفارطة، هو كم عدد الطيور الممتازة الموجودة في أي قطر، سواء في المغرب في الجزائر في سوريا في فلسطين، يعني بمقارنة مع عدد الطيور التي تلقن، فالعدد فهو نسبيا يعني مع عدد موال، إذا نحن مفلسون في هوايتنا. دابا كنهضروا شموليا، من هنا جات هذه القناعة أنه دق ناقوس الخطر ويجب أن نعيد النظر في مقاربة ديالنا الهواية ديالنا ديال تغريد الحسون في إطار أدبيات وأخلاقيات احترام هذا الكائن الحي طبيعة الحال. فحتى هذه المنهجية هذه ولا هذه المراحل اللي هي ثبتت علميا، فمن خلالها كنحسوا أن هناك واحد الأخلاقيات احترام ديال هذا الطائر البري، لأن يعني بهاد المراحل هادو ملي غنوصلوا للمرحلة ديال البلوارة وخرج عنا الطائر، كلنا غادي تكون عندنا قناعة بأن هادشي ممكن له يتحقق إلا إذا كان عندك واحد العدد اللي هو
يعني محدود ديال الطيور في الدار، ومن هنا كتجلى يعني الجمالية ديال هاد المنهجية. فالعدد الكثير ديال الطيور اللي غيدخل مولوع للدار باش يحفظهم، هذاك المفهوم كيتإليمينا دوفيس، يعني دوفي مبدئيا اللي غادي يبغي يمشي في هاد المنهجية هذه غادي يقول مع راسي انا ما خصنيش ندير الكثرة. وهذا من بين الاهداف المنشودة ديال هاد السلسلة، اننا نحاولوا من خلال مزاولتنا للهواية ديالنا ولكن مع هاجس المحافظة على الطائر الحسون. اذا بسم الله وعلى بركة الله نبدأ في المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التقليد الفعلي او التقليد لو بابياج كونفيرمي، يعني التقليد الكونفيرمي. تكلمنا على لا ميموريزاسيون، تكلمنا على التقليد الاولي، وبخلاصة قلنا ان التقليد الاولي هو مرحلة بكل بساطة يحاول فيها الطائر ان يدير واحد لونكودمون، يعني واحد فك شفرات هذوك الحروف لي غولبيس يتسموا اسبانيا، او الحبات بالدارجه المغربيه، او لي سيلاب بالفرنسيه. هاد المفاهيم هذه كيحاول، او هاد النوطات، نوطات تغريديه بالنسبه للاخوان ديالنا العرب كيسميوهم نوطه، هاد النوطات التغريديه ديال الحسون كيحاول الطائر في مرحلة التقليد الأولي أنه يطبعها في الذهن ديالو عن طريق واحد لو سيستيم عصبي يتلقى لو سينيال من مصدر الصوت اللي هو يكون شريط ولا أي مصدر صوت، ويطبعها هذوك لي غولبيس هذوك الحبات يطبعها في لا ميموار ديالو. وقلنا أنه يجب احترام جميع ضوابط هذه المراحل بجوج، التغذية، صحة الطائر، لا كونسونطراسيون يعني التركيز، الطمأنينة. تكلمنا على مفهوم الروبيراج، انك خصك توفر للطائر منذ الصغر ديالو واحد الامان عن طريق انه يروبيري المكان ديالو، سمح يكون عنده واحد البوصلة اللي هي مضبوطه في البيت ديالك، انه عارف على الشمال والجنوب والغرب هذا شنو كاين، وينطلق في مسيرته كما قلنا نحو البرواره. اشاره الاخوان دائما كتلاحظوا ملي كنقول البرواره كنشير في هذا المكان، لان تما عندي واحد المسمار، هذاك المسمار هو اللي يديرونا للبلواره، وهاد المساله هذه غادي تطرقوا عليها في البلواره لان مهمه، عاد تفهموا هاد الاشاره اللي كنشير لفوق. عندي واحد المكان ديال البلواره، وما المهم هذا المفهوم غادي، ولا هذه المساله غادي وما تستمتعوا معايا بهذه القضيه ديال هذه الاشاره ديال هذا المكان. اذا التقليد الكونفيرمي او التقليد الفعلي كيمر منه الطائر بالموازاه مع النمو ديالو، النمو ديالو الجسدي الفيزيولوجي، ونمو الخلايا العصبيه ديال الدماغ اللي هو محل ديال تخزين المعلومه. لماذا كنذكر هذه المساله؟ لان المولوع ملي كيوصل الطائر ديالو لهذه المرحله يلاحظ انه بدا الطائر يحاول ان يقلد النوطات ولا التغاريد بطريقه اكثر وضوح من التقليد الاول. إذا كان التقليد الأولي يمر يعني بسرعة على التغاريد، ففي التقليد الكونفيرمي كنحسو به أنه بدا كيفرز لنا بعض المقاطع، اللي بعض الإخوان اللي كيتبعوا هذه المراحل وكيلاحظوا كاين بعض الطيور بحال الحسون ولا الهاجين ديالو عندهم واحد القابليه ولا واحد المقدره انه يفرز ليك بعض المقاطع مضبوطه في البدايات. مثلا بحال التيمبري اغلبيه ديال الطيور اللي الهاجين كيفرزوه لك في هذيك المرحله، كتعرف بانه راه التيمبري هذاك وراه ماشي تي 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 مثلا، هذا غير بين قوسين يعني. هذا عطيتك كمثال انك كتبدا، كما انه في
في المرحله ديال البابياج الاول كتحس بيه بدا كي 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 كيفرز ما كل ما هما تزاوق كيخاص لي توكيس لي يعني دوك التزاوقات وهذا كل لي زادورنوس يعني كل ما هو هذا كيفرزهم كيبدا يبان لك الملامح ديالهم في التقليد الاول. ولكن التقليد الثاني يمر الطائر الى باش يفرز لك اغرودات اكثر يعني اكثر قوه واكثر. لماذا؟ وغادي تفكروا معايا الاخوان اننا دائما حيت دائما كنوضع على نفسي في الطائر دابا في النفسيه ديال الطائر. الطائر يشق طريقه نحو البلوار وبالتالي فهو كان صغير كان وليد صغير ان بيبي كما نقولوا بالفرنسيه وداز لواحد المرحله ديال المراهقه. المراهقه اللي كنعتبروها هي ابتداء من البابياج كونفيرم يعني من التبجغيط الثاني يعني التبجغيط الفعلي هذيك مرحله المراهقه. يعني خصنا نفكروا في الطائر اش كيدير الحاله النفسيه ديالو وهو يعني بالموازاه مع تطور التغريد من خلال الحنجره ديالو. فالطائر في مرحله المراهقه ولا دوليسونس كيبغي يدير كلشي كيبين لك كيفرز لك الكلام كيبين لك المقاطع وفي نفس الوقت يريد ان فحال كيبغي يثبت الشخصيه ديالو كيبغي يثبت الشخصيه ديالو خاصه اذا 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 كان المولوع اذا كان ملزم عليه واحد التعامل اللي هو كما نقولوا شديد يعني في التلقين. فطائر اللي هو ادوليسون يعني باقي يلاه كيف دك كما نقول يلاه جاي وانت ديرو مثلا في الكاخون ودار ليه نفس الطقوس منين كان صغير حيت كاين اللي كيشد العش كيكون يوكل فيه ومني كيسالي كيدخلو الكاخون ويسد عليه كيتصنت يعني هذاك التعامل اللي كنتعاملوا معاه حنا في الكاخون كنتعاملوا معاه منين كان باقي صغير كاين 10 ايام دخلوا الكاخون كنتعاملوا به في المرحله ديال الميمويزاسيون المرحله ديال التقليد الاول والمرحله ديال التقليد الثاني ومرحله ديال البلوغ. اي كائن حي في اي مرحله خصك تعطيه واحد يعني ما يناسب هذيك المرحله. فمراهق مثلا ملي غادي يبدا يتكلم مع الاب ديالو في واحد لاج وخاصه دابا في هذا العصر هذا ففي الاباء كيحاولوا يخلي الابن ديالو انه كما نقولوا سيبانوير انه يفدك يعني يفجر الطاقات ديالو. وكذلك بالنسبه للطيور والاشاره في هذه المنهجيه الاخوان نتوما غتلاحظوا وتحسوا بان اوتوماتيكمون الكاخون كيتاليمينا من هذه المنهجيه. الكاخون كيضرب لينا في الزيرو جميع ضوابط ومميزات هذا المبحث العلمي اللي هو اصل ديالو في الطبيعه لان هادشي ديال الكاخون راه غير داخل على الهوايه. الكاخون بدا في يعني في البدايه في 2003 2004 تما بدا الكاخون. 2006 باقي حتى واحد في المغرب ما عنده كاخون في 2006 2005 لا شخصين او ثلاث اشخاص اللي حاضر اليوم انهم اللي يعني اللي جابوا كاخون وبداو يخدموا به. بمعنى ان هذه المساله داخله على الهوايه. لماذا؟ لان اعتبارات الانتاج الكاخون الاخوان حنا دابا صافي استقناه الهوايه الولاعه ديالنا. وشوف دابا كيجي الطفل صغير وهذا اللي كيألمني وكاين اسئله بزاف كتجيني وغالبا ما كنتجاوبش معها بواحد كنقول ليه كنجاوبو بجوج اسئله ثلاثه كيفهم راسو ما كيبقاش يعاود يقول لي شي حاجه. الكاخون وغادي نركز على الكاخون هذا لان الكاخون كيشكل عرقله في هذه المرحله هذه. انا الان غير كنهضر ولا اطعن في 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 الطريقه ديال الهو ديال ما تحسبوش راس انسان ما يحسبش راسو انني كنقصد واحد الفئه ولا لا. حنا كنهضروا دابا كنهضروا علميا وكنهضروا تجريبيا وكنشوفوا النتائج والاخوان راه غادي يشهدوا على هذه القضيه وغيكونفيرميو بان كاين مشكل مع الكاخون. الكاخون دخل الولاعة عن طريق هاجس الانتاج الوفير
ان الانسان بلاص ما يدخل 4 ولا 5 ديال الطيور ويتعامل معهم في المحيط ديالو في الوتر التغريدي ديالو، فهو كيدخل 15 16 20 40، كاين اللي كيدخل 100 150. وبالتالي عنده اشكال انه طائر ما خصو يسمع طائر، وانه عنده الطيور خارج الدار المنزل كتاثر على هذوك الطيور، والناس كتخدم يعني بالكثره، على لانه كاين عامل مثلا ديال المباريات، عامل ديال البيع والشراء وهذا. فانسان كيكون كيبغي على 4 شهور 5 شهور غادي يحل الكاخون يجبد الطير يحطو غيضرب 3 كابيل 5 كابيل، غادي يعيط على واحد يقول لي صيفط لي الفيديو ديالو غادي يعجبو 200 اورو 300 اورو، دفع حل الكاخون الاخر. هادشي هذا واحد المسار بوحدو. حنا كنتكلموا دابا على واحد المنهجيه ديال الهوايه اللي غادي اللي تنتج طائر مغرد، كائن حي مغرد. هنا فين دخل الكاخون؟ بمعنى وهذه اشاره الاخوه اللي كيسولوني على الكاخون، ما تبقاوش تسولوني انا الراي ديالي على الكاخون نهائيا. اولا ما عمري خدمت بالكاخون، ثانيا لا لست مقتنعا بنتائج الكاخون، ثالثا الكاخون ينتج لنا طيور روبوات روبو، وغادي نجيو علاش. لان بعض الضوابط ديال المرحله ديال التقليد الفعلي، واحد 3 ولا 4 ديال المسائل اللي هي مهمه اللي ممكنش لا تحقق مع الكاخون، بل ممكن تحقق في صناديق عاديه، سواء كانت دير مغطيه بواحد الثوب اللي هو شفاف شويه لين يدخل الضوء، لا لوميير الضوء مهم بالنسبه للطائر، سواء الناس اللي كيخدموا طائر عريان يعني حتى البداله عاد كيغطيه باش غير ما كي باش كيدوز لاميو ديالو ولا البداله ديالو بواحد الطريقه اللي هي سليمه وغير مزعجه، سواء الناس اللي كيخدموا مباشره طائر عريان حياته كامله. وهذاك هي الطب ديال الاولى على الاخوه، الانسان اللي تشوفوه وصل لمرحله انه يحط طائر عريان قرع وكيحفظه حتى يوصل لمرحله البرواره، ما عمرو غطاه ما والو، عرفوا هذاك هذاك كنسميه مقام في الولاعة. لا بينا نهضروا في ليفولوسيون ديال الانسان في الولاعة ديال هذاك مقام كبير. هذاك الانسان يعني عالي بزاف. وكنحيي بعض الاخوان، كنسمع بعض دي فيديو ديال الاخوان بزاف يشيرون لها الطريقه هذه، ناس خاصه اللي عندهم اصل في الودانيه، ولا الناس اللي كيديروا التفريخ، ملي كنسمعهم كيهضروا على طرق التلقين كيعجبوني الكلام ديالهم. الناس ديال التلقين والناس ديال الودانيه، فهم دائما يشيرون للاخوان المبتدئين على انه يحفظ الطير عريان، حيت هذاك السيد اللي كيدير التفريخ ولا الاخ اللي كيدير الودانيه، وكنحيوا الاخوان ديال الودانيه كاملين، ديما مول التفريخ كيفكر في الطائر ككائن حي وفي الولاده ديالو والتفريخ ديالو، وهذاك والودانيه دائما كونيكتي مع الطبيعه. فهو التغريد مول الودانيه، التغريد اللي كيخدم به واحد الماده خامله هي طبيعيه، وهذه لابوجور ديالو. اشاره في الودانيه دائما كانت هي لاباس ديال اي تغريد في الدنيا هذه. كوبيا اللي كنديرو حنا الكوبيا الاسبانيه، فالقاعده ديالها فهو النمط الوداني، واختيار احسن المقاطع اللي كاينين في الطبيعه وتنظيمهم في اطار واحد المنظومه اللي هي تلبي حاجيات الهاوي ديال الكوبيا، بين قوسين الكوبيا الاسبانيه حتى جميع الانماط ما عليناش. فمرحله التبجغيط للكونفيرمي، فهي كاين واحد المساله اللي كتدخل في هذه المنهجيه، انه الطائر باقي ادوليسون، باقي الطائر اللي هو مراهق، وكيحتاج انه يفرض نفسه. وهنا اشاره انه في هذه المرحله هذه المولوع منين يوصل لهذا البيريود اللي كيبدا يردد لي غولد بيس والكلمات ويحاول تشكيل جمل تغريديه، بما انه بدا كيكبر، لان العمر ديال الطائر ماشي بحال الانسان. حنايا كان حنا الى ادوليسونس تقدر توصل عندنا 40 عام ولا 50 عام، لا، فهو عنده البيريود ديال لادوليسونس ديالو قصيره بزاف. وبالتالي فلاج ادولت يعني السن اللي كيولي فيه ديال الرشد، السن اللي صافي ديال الفحوله وديال التزاوج، فهو يقدر يوصل ليه في 7 شهور ولا 8 شهور.
كاين طيور قرع ديال العام عنده 17 18 شهر وخدموا به الناس كريه، وانا واحد منهم، اخوان ديال المعارف القدام اللي كانوا كيعاشروني في الوقيته اللي كنا كنديروا ليبريداسيون العجين، راه عاشوا معايا هاد اللحظات. فهو فهذيك اللحظه ديال بغيت الكونفيرمي في حاله انه في الحاله التي يشكل فيها الجمل التغريديه باش مثلا باش يدخل في العالم ديال الكبار. وهنا عاوتاني الخطا كيوقع، الخطا كيوقع من المولوع. مولوع ما عندهم، حنا دابا حنا ما عندنا ما نديرو بالطير، حنا كما قلت المنقار كنتصنتو ليه تبشغيت الاول حصان تمسيكه كي نقولوا صبرت عليه، كعيط على شي مولوع من الاخوان تبارك الله اللي كيفهموا كيقول لي شوف استاذ غير صبر على الفرخ ديالك، كدوز المرحله ديال تبشغيت الكونفيرمي ما عليه دوبلت شي ديال هذيك التيرميناسيون طلعوا هبط بها، وهذا حنا ما كيهمناش الطير كيهمنا شنو كيقول. الور كو في هذوك المراحل بجوج تبشغيت الاول تبشغيت الثاني راه كي كيما نقولوا حنا كيساوي الكلام، راه كيساوي كيقاد، غير عطيه فرصه، غير حاول بقى تعطيه فرصه، ما تبوجي ما تحركو ما والو. الحاجه الوحيده اللي ممكن انه انسان يدير احتراما لهاد المنهجيه هو منين يوصل في لو مومون اللي كيبدا يردد الكلام، لان واحد الوقيته وهذا الشيء هو مبحث علمي حتى هو. راه اخوان راه اليوم واحد السيد فرحني اتصل بيا في الخاص من هنا كنحييه، قال لي السي مراد راك الشيء اللي قلتي راه درت واحد مسكين صيفط لي لو ليان، قال لي راه داك الشيء اللي قلتي راه لقيته في واحد البحث وحسيت بالولد السيد يعني فرحان، قال لي اقسم لك بالله صاحبي راه لقيته، راه لقيت هذه المرحله وهذه المرحله وهذه المرحله، بمعنى يعني فرح انه هنا فين قلت لكم الانسان غيلقى واحد اللذه في اكتشاف هذه المسائل هذه. شنو كيقول مشى ليا الخيط، كنخرج من الحوار كيمشي ليا الخيط ما عليناش. ف علميا ثبت ان الطائر مشات لي الفكره على اي. غندوز للمساله اخرى اللي مهمه، انه الكاخون الاشكال اللي كيوقع لنا فيه هو انه الطائر ملي كيكون اديلت وكيبغي يفرض راسو يحتاج الى منافسه، ماشي الى انفليونس، واحد الحاجه اللي غادي تبقى مره تنغزو ماشي دائما، ما خصوش واحد القمع. ومن هنا كتجي هي هذه الفكره، من هنا كتجي انك خصك تنقص عليه الكلام. ملي يعني كنقولوا نقصوا عليه الكلام بمعنى ماشي غنقص عليه لو فوليوم يعني الحده ديال الصوت ولا لانتونسيتي ديال، لا غادي نقصوا ليه المده الزمنيه ديال التلقين، بمعنى انه نعطيو فرصه انه يخرج ما عنده. حيت كما قلنا في الحلقه السابقه في الطائر، شوف الاخوان المقنين الا كان فيه شي عيب باش تحيدو خاصو يدوز من اللسان ديالو. هادي عاوتاني الناس المقنية الحرين الحريفية غادي يفهموني مزيان، لي مدوزين المقنين، لي كنقولو لي مدوزين المقنين لي نجو طيور وحفظو طيور مقنين وشاركو بهم المسابقات وحط طائر مقنين، ماشي إنسان لي معمرو خدم المقنين ولا معمرو مثلا يعني يوصل لواحد النيفو في المقنين. إلا كنهضر على هاد الفئة هادي غادي تفهمني أنه أي كلمة ومن بينها العيوب، حيت العيب راه مستوكي في الميموار، الا ما بغيتيش يغفلك به في المستقبل راه من الاحسن يدوزولك في لسانه وهو صغير باش انت تتعامل معاه. وعاد نرجعوا للطرق والحيل لي زاستيس كيفاش تتعامل معاه، ماشي باش تحيد منه الحصور ولا تحيد منه العيب، لا غير باش تحاول انك تلهيه باش ما يبقاش يمشي لهذاك اللي كتعتبره انت عيب، هو ما معتبروش عيب وربما الله اعلم اش كيعتبر. فأي خطأ في الطائر اللي كنعتبرو خطأ هو راه معتبروش خطأ، حنا كنعتبرو خطأ. وهاد القضية عقلوا على الإخوان سيرتو الإخوان المبتدئين، كاين الناس لا يمكن شي عارفينو راه معارفينو ما كاين مشكل.
اي خطأ في الطائر في التغريد اللي كنعتبروه ضروري باش يحيدوا في المستقبل ولا باش تتعامل معاه، ضروري يمروا لك من اللسان ديالك. فانا مثلا الطائر ملي كيتمجي عندي وكيضرب ليا في العيب كنفرح، ماشي كنفرح حيت فيه العيب، كنفرح حيت خرج ليا من الروندا ديالو في الوقت المناسب، ماشي حتى وصل لواحد المستوى ديال البلوره اللي صافي فات الوقت وما عندي ما ندير به، ما عندي ما ندير ليه، ما يعني ما كاينش التدخل ديال 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 المولوع، ما عنده ما يدير. لان كنت بارطاجيت معكم في فيسبوك مفهوم على شكلة ما يقع في كرة القدم، هناك شوط ل اي مرحلة، فشوط للمولوع وشوط للطائر، الطائر يؤدي الشوط ديالو ومن بعد كيتدخل المولوع باش يدير حتى هو كيدير واحد شوية ديال شرع يديه بوغ غيوريونتي، يعني باش يعاود يروديريجي الطير واحد السكة اللي انت كتبان لك صحيحة. حنا انا راه باغي غادي معاكم في اطار الاولى، اما علميا هادشي راه ما عندهم ما يديروا به، علميا ما مسوقينش هما يا الكاسكابيل و طوكيس وداكشي، مسوقين هما غير الطائر خصو يعيش مزيان ويغرد مزيان ويستعمل بعض التغاري باش يتجاوز هذا، ما عليناش. الكاخون ثبت علميا الاخوان ان الدماغ ديال الطيور ديال الطائر الحسون باش يستوكي المعلومات بواحد الطريقه اللي هي سليمه، هذاك الجهاز العصبي خصو واحد لا تمبيراتور واحد الحراره معينه. انا دابا هنا فين بديت كن هنا فين البحث كيبدا يمشي بك. كاين الناس اللي ما عندهم ما يديروا بهادشي، الناس وكنحترمهم، كاين اللي ما عنده ما يدير بهاد المعلومات، هو يا فرخ المنقار كجود اللي زوال الماء الخلطات وروي. هذوك الناس كنحترمهم، حنا كنهضروا دابا ما يقال في العين، ولكم الاخوان واسع النظر تبحثوا فيه ولا ما تبحثوش فيه، واش تطبقوا ولا ما تطبقوش، هذاك الشيء ما كيعنينيش. انا كنتقاسم معكم كما قلت لكم افكر بصوت عالي مع الاخوان ديالي والاصدقاء ديالي اللي نتوما اللي هما نتوما اللي كتفرجوا فيا فهاد اللحظه هذه فهاد الايام المباركه. لا تمبيراتور مهمه ومعينه، وغنخلي لكم حتى هي الاكتشاف ديال هذيك لا تمبيراتور خصها المناسبه للطائر. لا تمبيراتور حيت كاين باش نوضح، ماشي لا تمبيراتور ديال الدار البيضاء ديال كازا ولا، يعني لا تمبيراتور داخل الدماغ، وهذا هو اللي اخطر. يعني كاين ابحاث كتقول لك باش مثلا الطائر تكون عنده هاد لا تمبيراتور في الدماغ ديالو فالونفيرونمون ديالو، يعني مثلا هنا نرجعو للكاخون، الكاخون خصو تكون فيه هاد التمبيراتور. وهنا هنا عاوتاني هو تقيلي من الكاخون، الكاخون كتعرفو كاع الاخوه اللي كيخدموا بالكاخون عارفين، راه ملي كيسد هذاك السيلون الحراره اللي كاينه فيه هو اللي واللي خطير جدا، وغادي تكتشفوا بوحدكم. انا ما غنقول لكم حتى معلومه حسيه يعني بالدوغري سيلسيوس، لا غادي نتوما غتمشيو تقلبوا غادي تفهموا انه هذيك الحراره اللي في الكاخون شحال مضروبه، وكتلقى الحراره ديال اللي عند الدماغ ديال الطائر. وعلميا ثبت ان في هذيك الحاله ملي كيكون الدماغ ديال الطائر في واحد الحراره اللي هي فايته واحد القياس، ما كاين لا ميموريزاسيون لا والو، كاين ما يسمى بلا سيكستراسيون، مع مشات ليا المرادف ديالها بالعربيه. لا سيكستراسيون فحال التعذيب، كتشد واحد كتدخلو السيلون وكتبدا تعذب فيه، كتخليه في الظلمه وكتحل واحد الروبيني مثلا في واحد القطره وكطيح فوق واحد الطاسه ديال المعدن، تين 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 الحياه ديالو كلها هو داك تين تين تين، كيوقع ليه حمق كيتسطى غير بهذاك الصويت. اشاره الى الاخوان اللي كيبدا اللي كيقولوا راه الطير جاب ليا جنون البقر، جنون البقره، فعلا راه كنتسببوا ليه في الجنون، واحد الجنون اللي هو خفي اللي ما كنحسوش به في الاول، لان حنا كنخرجوه كوكوط مينيت كنحطوه كيبدا يتكلم كيبدا يغرد، راه روبو كيتغرم راه كيغرد، راه هو هذاك بدون
راه ماشي كائن حي في التغريد، هو كائن حي كياكل ويشرب هذا، ولكن في التغريد راه ماشي كائن حي. فمسألة لا طومبيراتور مهمة بزاف، حاولوا تبحثوا فيها. طومبيراتور ديال الدماغ ديال الطائر باش يحفظ بواحد الطريقة اللي هي مناسبة، لأن في الطبيعة ما كيشدوش بويخ شي في شي شجرة ولا شي حاجة يقولي ريح أنا غادي نرويك، لا كيعيش مع الشتا والبرد ويسافر معاه ويمشي معاه، وهذا والدماغ ديالو دائما داك لا طومبيراتور أومبيونت موازية أنه الطائر يحفظ. كاخون هو تيلي مالتا في هذه المرحلة. مسألة أخرى اللي مهمة في هذه المرحلة ديال التلقين الفعلي هو أنه خاص المسافة ما بين الطائر ومصدر الصوت تكون حتى هي معينة. الصوت هو عبارة عن ماذا؟ الصوت عبارة عن واحد لو سينيال كينطلق من واحد المكان اللي هو أ وكيوصل لواحد المكان اللي هو بي اللي هو الأذن ديال الطائر. فهذيك المسافة ما بين أ و بي، ما بين ألف و باء، هذيك المسافة مهمة بالنسبة للطائر. هذيك لا ريفيربيراسيون ولا هذاك لو شومينمون، يعني الموجة ملي كتم غادية من المصدر لأذن الطائر، هذيك كتلعب دور كبير، هذيك كتعطي معطيات كبيرة للطائر، كيعرف كيفاش يتفاعل. التفاعل راه ماشي مع البليبلي. دابا ها هو طائر وكاين تويتر هنايا 5 سنتيم ولا هذا، راه سيكستراس وراه تعذيب، راه ماشي حفاظ، هذا راه ماشي رواية. وعلميا ثبت ان المسافة كل ما كانت بعيدة كل ما الطائر كيرتاح، لانه داكشي خفي، لان سرعة الوصول الصوت هادشي اللي دخلوا فيه ضروري شي غادي تشي تبحثوا في سرعة الصوت، ضروري غتمشيو الصوتيات لي زوديوغرام، ودا راه شي زعما جميل جدا. انا ننصحكم الاخوان كل واحد يبقى غادي في طريقه التلقين ديالو، ولكن حلوا هذا الباب، هذا نستافدوا جميعا من التجارب ديالنا ومن من من النتائج اللي يخرج بها كل واحد. انا كنتقاسم معكم غير واحد القناعات لي صراحه راه في المستقبل راه هادشي ما غاديش يبقى الطريقه ديالنا. غيجيو ناس اجيو ناس اللي غادي يقولوا لنا نتوما راه نتوما كنتوا كتخرب، ما كنخربوا الاخوان صراحه، كنخربوا ماشي في ولادنا ولا في المساء، كنخربوا في المقاربه ديالنا لهذا المساء، وخاصه اننا نصف انفسنا بعلم الطيور لورنيتولوجي. على الاقل كنا صراحه على الاقل كنا قلنا ما قلناش اورنيتولوجي، نقولوا لورنيتوفيلي، حيت كاين ان اورنيتولوج وان اورنيتوفيل. ان اورنيتوفيل هو غير محب للطيور، دغيا قلنا اورنيتولوجي وكنديوها في المنقار وفي الكاجو فهمتي والفراخ ودير البولا وداك الشيء، ما هذه ماشي لورنيتولوجي الاخوان. لورنيتولوجي تفيد العين، العين والمقاربه ديالو لكل ما هو تجريبي. فقلنا المسافه مهمه جدا، والاشاره غادي ندير واحد غنساليو من البلواره، غادي ندير حلقات خاصه بالصوت اللي غندخل فيها للتغاريد، غندخلوا للتغاريد ضروري. ماشي غنبداو نشرحوا التغاريد فحاشا الاخوان، نقول لهم كيعرفوا، وكاين تبارك الله اخوان بداو سلسله جميله جدا، سلسله مبسطه باللغه العربيه، وكنصح الاخوان انهم يحاولوا يبحثوا في الانترنت. كاين هناك يعني ناس اجتهدت بزاف في نطاق التغريد، نطاق شرح هذا الشيء، هادشي يعني في متناول اي واحد. لي كوديغو راهما موجودين مترجمين العربية، الله يجزيهم بهم. الاخوان ديال الشمال داروا هاد الخير في الهوات المغاربه منذ سنوات، وحنا كنباطوجيو وكنحاولوا. حتى عبدو ربي مشيت كنقرا في الصبليونيه 6 سنين وانا كنقرا في الصبليونيه باش نفهم الكوديغو، فالحمد لله ما مشاش داكشي هباء من ورا، فاللغه هي كتعاونك انك تفهم. لاحظت انه معظم الابحاث في الولاعه اللغه الاسبانيه كتعاون بيان سور، ولكن في الابحاث العلميه ديال الطيور فليس هناك بحث عربي باللغه العربيه بتاتا، بحوثات بالفرنسيه بالانجليزيه بالالمانيه، اكثر بحوثات كتهبل كما نقول. اتعجب علاش ليس هناك بحث علمي باللغه العربيه ولا في البلدان العربيه. جل علماء الطيور العرب كي يفرون
ربما لان حنا ما كان حنا ربما الجمهور ديال الهواة الطيور ماشي في المستوى، لان الانسان عدو ما يجهل. الا برزتي لي عالم غيبدا يبحث لي في الطيور، نقدر مثلا نديرو حنايا جامعه ديال علم الطيور هنا في المغرب، وعلماء يبداو يقراو ويشرحوا في الطيور ويخدموا هذا ويخرجوا هذا، ويجي واحد من واحد عنده ويقول لي راك تما ما عالم ما والو، ها انت ها هو اش كيقولوا في هادي وهادي. هادي هو اللي خلاتنا حنا زعما تذمر كبير ان ما كاينش ابحاث بالعربي، يعني نهائي. كدير طبي ابحاث بالعربيه تخرج لك طيور الجنه، تخرج لك بتباتة، تخرج لك مراد المعارف كيخربق، يعني ما كاينش ابحاث. كتدخل طيور ما كاين والو، ما علينا. هذا بين قوسين، اذا المسافه بين الصوت والطائر مهم، وتبحثوا فيها الاخوان اللي توسعت فيها راه ما غاديش نسالي. مساله اخرى الى جانب لا طومبيراتور والمسافه، كاينه ليميديتي اللي كنقولها بالدارجه ليميديتي. ليميديتي هو داك المهم ليميديتي غتفهموا شنو راه كتمشي ديال اللغه العربيه بعض المرات. هذيك ليميديتي اللي كتكون في الكاخون هي مصيبه كارثه. هذيك لا تساعد نهائيا على الطائر على الاطمئنان وعلى كسب الراحه ديالو وعلى كسب الصحه ديالو. هادشي كلشي الا ما تحققش كيخرج لينا واحد الطائر عنده واحد المزاج اللي هو ماشي طبيعي، لو طومبيرامون ديالو كيكون فالسو، اللي كنسميه انا وغادي دائما نبقى نقولها لكم، ما كنسميهش طائر يغري، كنسميه ان روبو يغري. بحال داك الطورورو في اسبانيا اللي كيربيوه في الظلمه، ملي كيحلوا عليه الباب كيبان ليه الضو، كيبان ليه الحمر، كيفونسي هكاك الطائر. كاخون كتخرجوا الطبيعه صافي، كيبدا يغرد كيبدا يغرد صافي، راه ادى المهمه ديالو، هو رجع مسكين كيبدا ياكل ويدير هذا. كاين اللي كيرجعو من الطبيعه ويخشيه في الكاخو، خايف عليه من الجاوج، خايف عليه من الطائر الدوري كما يقول اخواننا العرب. فالممارسات وهاد المسائل هي مزيانه بالنسبه للناس اللي كيديروا داكشي ديال داكشي ديال الكومبيتيسيون، يعني كاين نتائج، ولكن من ناحيه اخلاقيا يعني ادبيا مع كائن حي ومع الابحاث العلميه ومع حتى مع الولاعة ومع ذاتك، كنظن بانه انسان خصو يعاود يراجع هاد الاوراق هذه. فهذه كانت بعجاله يعني التقليد الكونفيرمي اللي مهم، الملاحظه المهمه فيه انه هذيك مرحله كيتوجد فيها انه يمر المرحله الكبار يعني ديال الرشد، مرحلة اللي كيكون فيها الجمل التغريدية اللي غتساعدو مثلا باش يجلب الأنثى، باش يدافع على التيريتوار ديالو، باش يعني يزاول الحياة العادية ديالو. فهاديك لحظة مهمة، حتى هي ما خصهاش القمع. الحاجة الوحيدة اللي هي الفائدة اللي غادي نقولها لكم في هذا النطاق، هو أن الطائر خصك تنقص عليه الكلام، وهادشي راه ماشي من مراد المعرفة، هذا عنده أصل علمي. انه الطائر، وغادي نبارطاجي في الفيسبوك كاين واحد الفيديو قصير كيثبت انه الطائر كلما بقيتي كتعطيه في الكلام 24 ساعه على 24 ساعه ولا واحد 12 ساعه متتاليه، فهو صافي كيتبلوكا، ما كيبقاش يديها في الكلام، غير كون هاني. فهذيك اللحظه اللي هو كيجبد الكلام كيكونفيرمي في التغريد، انت كتنقص عليه مثلا، كدير لي واحد العدد ديال الساعات في الصباح، واحد العدد ديال الساعات في المساء، على اساس ان في الليل خصو ينعس. في الليل الاخوان الطيار خصهم ينعسوا، في الليل الطيار ما خصهمش يتهزوا يمشيو للقهاوي ولا يتهزوا ويسهر معاهم بنادم. الطائر خصو يتبع النمط ديال 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 النهار ديال ديال الله سبحانه وتعالى، مع الصباح ينوض ومع الليل ينعس. فهذه المساله مهمه حتى في الصحيه كتعاونوا. ونرجعوا مرة أخرى أن الكاخون ما كيعاونناش في هذه المسألة، هو الكاخون تا هو تإليمية، يعني كنلاحظوا بأن جميع المراحل اللي مرينا منها كلها لا تتماشى مع مفهوم الكاخون. هذه ماشي نعاود نقولها لكم، راه اللي باقي كيخدم بالكاخون الله يعاونو، الله يعاونو، هو يخمم. حنا راه ماشي كنقولوا لكم الكاخون راه حيدوه، ما كنقولش لكم انا حيدو ولا ديرو، انا كنقول لكم شنو خصو
من الناحيه العلميه شنو خصو يكون. اما اللي كيخدم بالكاخونه ما يجيش دابا يقول لي راه حيت الكاخونه وما رويتش ولا لا لا ما شغليش فيك انا، خليك في الكاخونه اخويا، كنتي مقتنع بالكاخون خليك في الكاخون، كاع داكشي اللي مقتنع بيه بقى ديرو. اما اسمع ليا وغادي، وكنطلب من الاخوان انهم ما يعقبوش عليا، يعني في البلاصه انهم بلاش اسير بحث قبل ما تعلق عليا، سير بحث بحث انت طابي لي في لا ريشيرش ها جوجل، وحتى تشوف هذا عاد جيت تكلم معايا. ف ما كاين لاش انسان ما تعتبرونيش انا اللي كنقول هذا الكلام، انا الوسيله امرر هذا الكلام هذا بطرق ليا شويه مبسطه ولاعيا. هذا هو اللي مهم، انني كنحاول نمزج ما بين الولاعة وما بين العلم ما بين التجربه، وهذا توفقنا ولا ما توفقناش المهم الحمد لله راه بعض الناس وصلهم الميساج. اذا الحراره ديال الكاخون، المسافه ما بين الصوت والطائر، ليميديتي، كل هذه كتعطينا الطائر عنده واحد لو تومبيرامون ماشي هو هذاك. الطائر محتاج انه يمر واحد المرحله اخرى، فلي جول بيس لي كوداهم في البابياج الاول في التقليد الاول، فهو الان يؤديهم على طريقه جمال مفيده، دي كوبلاس تريس كواترو سينكو كامبيوس، يعني غرودات بتغييرات من جوج ثلاثة أربعة، كيجبد لي كاسكابيل لي بيبليوس لي هادي هادي. فهو بدا كينشأ هذاك الريبيرتوار اللي غادي يبدا يتباهى به. فهذيك اللحظة خصنا نقصوا عليه المدة الزمنية ديال التلقين، لأنه محتاج أنه يكسب واحد الثقة في النفس. في هذه المرحلة حتى هي ننصح بأنه نخليه، لأن إذا كانت غتكون شي حاجة غنتعاملوا معاه في المرحلة اللي غيدوز من البابياج كونفيرمي الى البلور. قبل ما يبدا التبلور، التبلور هي المرحله الجايه، هي اللي مهمه، هي اللي فيها الحيل، فيها التقنيات. غادي نتكلم معكم بعض التقنيات اللي كنستعمل انا شخصيا وكتعطي عطاتني مفعول انا والاخوان جربوا هذه السنه، في الاخوان ديالنا في مدرسه الكوبي عطاتهم مفعول. هذه هي المدخل اللي غندخلوا به في المرحله في الحلقه المقبله. فاسمع الاخوان هذه الحلقه، هذه جاتني جاني شويه المورال باش نتكلم في الولاعه، ودرت هذا الفيديو هذا في هذا المساء ديال يوم الجمعه. نتمنى تكونوا بخير ورمضان مبارك لجميع الاخوان ديالنا، والسلام عليكم.